عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى هذا الفيديو كيف ما تنقولها ديما انه يوصلكم على خير وبخير، وتكونوا في احسن احوال وفي صحه جيده، والله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه، والله يبعد علينا كاع شي حاجه اللي تأدينا وتأديكم. ما علينا، الموضوع اللي بغيت نهضر عليكم اليوم، بعدا حنا اليوم الجو خرجتكم باش انكم صب عليكم شويه الشتا بحالي، انا صبات تصب عليا من رجلي ولتحت راسي الفوق مضرق. وثاني حاجه جيت نشارك معكم واحد الموضوع اللي هو كيخص بأخص النساء، كيخص بأخص النساء. علاش انا غنقول لكم علاش؟ هو موضوع اللي يقدر يوقع بالاخص، نورمالمون يقدر يوقع لاي امراه، البنت بنت 18 عام، انا نورمالمون هو هذا المرض الاكتئاب كيجي ما بين سن المراهقه حتى سن الياس. بمعنى انا جاتني، انا كنت من الناس، بعدا اول حاجه قبل ما نبدا الموضوع غادي نقول لكم، انا كنت من الناس اللي كنت ناشطه بزاف، ضحوكيه، من الناس اللي نخلق نكون انا ونخلق السعاده للناس، انا كنت نخلق السعاده، انا كنت كنخلق السعاده للناس. علاش كنت نخلق السعاده للناس؟ كنت اللي نشوفو يبكي نمسح له دموعه ما نبكيش معاه، خصني ما خصنيش نخليه يبكي. انا كنت من الناس اللي كان كاع الناس اللي كانوا قراب مني كيعرفوني، يعني انا من الناس اللي كنت سمحوا لي الزغبه ما بغاش تخشى ليا لداخل، صافي كتخرج ليا بحال شي حنش. المهم قلت لك انا من الناس اللي كنت كنخلق السعاده الناس اللي كانوا كيتسناو غير فوقاش يتلاقاو معايا. باش علاش اللي كتبكي تعيط ليا، اللي عندها شي مشكل تتعيط ليا، يعني كنحاول نلقى الحلول، سبحان الله ربي عطيها ليا من بكري. انا نقول لكم راني بنت صاحبه بنت 15 عام نتصاحب معاها، وصاحبه مراه تقدر توصل حتى ل 90 عام نتصاحب معاها، ما عنديش حتى شي مشكل. علاش؟ ربي عطيني داك هذيك، عطيني ربي هاد البركه كما يقولوا، انني الحمد لله انسانه مقبوله عند الجميع، وهذه بشهادتهم كاملين. وكيف ما قلت لكم كنتقرب من الصغير والكبير، كنحاول نخلق السعاده لاي واحد محتاجها، ولكن جات واحد الفتره انا ما لقيتش اللي خلق لي السعاده. سمحوا لي انا غادي ندوز واحد الخطوف، هذا الخطوف يهز العود وداك الشيء. المهم علينا، نكمل معكم الموضوع. قلت لكم ولكن نهار انا احتاجيت ان اللي خلق لي السعاده ما لقيتوش، ما لقيت حتى شي واحد، مش انهم هربوا عليا ولا ما بقاوش ولا ما بقيناش كنتلاقاو، كنتلاقاو لكن انا سديت على راسي، انا حسيت براسي انسانه وحيده. وهذا الشيء فوقاش وقع ليا هو هذا الموضوع اللي غنهضروا عليه، هو فتره الحمل، الاكتئاب ديال الحمل وما بعد الحمل، يعني ديال الحمل وما بعد الولاده. شنو هو الاكتئاب؟ شحالاش وقع لي غتسولوني شنو هو الاكتئاب اللي وقع لي؟ المشكل اللي وقع لي هو انني انعزلت عن العالم الاخر. تزوجت انني جيت بواحد الهدف انني نحقه ما حققتوش، انني جيت انني كنت ناويه باغا نجي نولي انا بطاله من الابطال الكبار، جيت من هاد البلاد قلت غادي نلقى كلشي واجد فيها. الحمد لله لقيت تحسن، والحمد لله كانت بعض كانوا بعض النجائج اللي هما مهمين في حياتي، لكن كثر كانوا اشياء سلبيه بزاف في حياتي. لكن الحمد لله هذوك الاشياء السلبيه شنو وقع؟ بقى عندي بحال الخزان وقع ليا بحال اللي تقولوا، بقى داكشي مخزن عندي، بقى داكشي مخزن عندي حتى لواحد النهار وغادي نفاجر. فوقاش غادي نفاجر ليا هادشي؟ هو من اللي انني حسيت بالاستقرار، انني تزوجت ودرت داري، والحمد لله سهل عليا الله بواحد ولد الناس الله يعمرها دار، اللي انسان بالمسؤوليه قاد مسؤوليته مسؤوليه ولادو، يعني الحمد لله ما خصنا حتى خير. لكن الموضوع فين بقى هو انني ملي حملت سديت عليا، جاني الاكتئاب ديال الحمل. من بعد ما جاني الاكتئاب انا كنقول معاكم ما باغاش ميكومام، قلت غادي نشارك هذا الفيديو. علاش؟ كاين البنات اللي كيعانيوا من نفس المعاناه اللي كنعاني منها انا، ولا اللي عانيت منها انا، هو هذا. سديت عليا ما خليت ما درت، يعني ما بقيت تنخرج
ما بقى لي التليفون ديالي، ما صافي كرهت الحياه جاتني، وليت نقول صافي ما بقى عندي، ما وليت ما كنسوى حتى بصله، رغم ان لقيت ناس وقفوا معايا، ورغم انني كما عاودت لكم، لكن انا سديت على البشر. تخيلوا انني اللي وصلت لدرجه انني وليت كنخلي الشراج مسدودين، كنخلي ما كان الظلمه الليل والنهار عندي، ما كنعش بالليل، يعني صافي وصلت لدرجه الجنون. انا ما كنتش بحال هكا، كنوض تنقول راجلي انا راه ماشي زهور، انا راه شي وحده اخرى، انا راه ماشي زهور اللي تعرف، انا زهور ما كانت بحالك. جاني داك الانفجار، مهم علينا كيفاش انني بقيت صابره. شوفوا شنو وقع من بعد، علاش نقول لكم البنات اللي مقبلات على الولاده، ولا البنات اللي تبارك الله عريسات وكيتسناو يحملوا، ولا كيتسناو الولاده ديالهم وباقيين الله في الشهور الاولى، كنصحكم انكم، سمحوا لي عطيني فيك، كنصحكم انكم ما ديروش الخطا اللي درت انا، حيت الخطا اللي درت انا صعيب. الخطا اللي درت انا هو انني خليت الفرصه، هو انه هذاك الاكتئاب انا كيجيني شيطان، خليت ليه الفرصه منين يدخل، خليت له الخول فرصه منين يدخل. لهذا كان البنات اللي مقبلات على الزواج، ولا البنات اللي كيتسناو وليدات، ولا البنات اللي تبارك الله قربوا يولدوا، انا عاد غندوز لكم من بعد النفاس، النفاس ديالي كيداز. هذا موضوع ان شاء الله الا قدرنا الوقت راه غنقولوا لكم، ما كاش غنخلو في موضوع التتمه ديال الفيديو. ايوا هي هذيك شنو وقع لينا، كندوي معكم دابا بحال اللي كندوي مع خوتي ومع خواتاتي، يعني كندوي معكم بكل طلاقه. مهم جات واحد لا بيريود، وصلت تقريبا وصلت 5 شهور، ايوا هذه هي فين غادي يوقع لي الاكتئاب ديال بصح. هذيك 5 شهور جاني ان لو كور ديالي، لو كول يعني هذاك لو كول ديالي هو تحل، يعني الوالده ديالي تحلات بجوج الصباح، يعني بجوج الصبيعات تحلت. ايوا ما انا ما عرفتش داك الشيء، وكان رمضان من بعد حتى كنحس براسي ان يعني مشيت للطبيب، اذا شفتي حاجه ماشي هذيك مشيت للطبيب، قال لي راه عندك صافي، راه الوالده ديالك حلوله بجوج الصباح، يعني راه غتقدر تجيك ولاده مبكره. وها المشكل اللي غادي يوقع دابا، هذا دابا ما غيوليش اكتئاب، هذا راه غيولي انهيار عصبي. قال لي وجات في واحد الفتره ديال الصيف، والانسان اويلي الناس نقول لهم خارجين، وانا غادي نبقى الصيف كله رمضان، واش انا غنبقى الصيف حياتي غادي نبقى سادة عليا. قلت انا زعما الصيف اللي غادي نحاول انني ندير فيه ونرتاح فيه ونخرج فيه ونبدل الجو، ها شنو غيوقع ليا. قال لي غتبقاي ناعسه، تخيلوا معايا فتره 5 شهور وانا ناعسه، ما كنتحركش شادي الفراش، يعني ما تمشي حاجه كون غير الطواليت، وكنجي حتى الماكله كانت عدوستي اللي كتوجدها ليا وراجلي ملي كيجي من الخدمه. مهم خلاصه القول، صافي وصلت واحد الدرجه ما تصوروش، صافي ابخي شنو وقع، هو سلمت امري لله وقلت الحمد لله، هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، انا راضيه به. ما علينا، هي هذيك جات دازت لمده 5 شهور 6 شهور 7 شهور، 7 شهور ونص كتوقع المفاجاه هو انني غادي نمشي نولد في السبيطار، يعني السقيه ترتقات في مده السقيه ترتقات ليا في 7 شهور، وبقاو شادني في السبيطار حتى 7 شهور ونص، شدوني 2 سيمانات ونص في السبيطار ولا 3 سيمانات. ايوا من هنا كتبدا القصه ديالي، القصة الثانية يعني المرحلة الثانية ديال الاكتئاب. الولد يعني دار ليا وجع اصطناعي، يعني الولد ما بغاش يخرج، الولد باقي ما كملش، باقي محتاج الكرشي ديالي، مازال محتاج الماما، مازال محتاج، يعني تنحس به. عرفتي نورمالمون كيقول لك الولد ملي كيهبط، نورمالمون ملي كتقربي تولدي الولد كيهبط، هو باقي ما جاش وقته، باقي الفوق، باقي ما مقبل ما حتى شي حاجة. صافي جات الطبيبه نعسوني في السبيطار، جات الطبيبه قالت لي راكي غادي ندخلوك ندير لك وجع اصطناعي، انا خصي الدري يخرج لان لا بقى غادي يوقع له مشكل. صافي هادشي اللي وقع، دخلوني داروا لي وجع اصطناعي،
تقريبا بقيت شي 7 السوايع وانايا كنتسنى باش نولد، باقي ما جاتش، ما بغاش الولد يهبط، ما بغاش. صافي الدري تزاد الحمد لله، تزاد ب زاد كما نقولوا الروح ديالو تزادت، هادشي اللي تنقولوا تزاد بروحو الحمد لله. لكن الصحيحه ديالو كانت على قد الحال، انا ولدي تزاد عنده 2 كيلو و 200 غرام، يعني كومون راه واخا هكاك يعني كنقول الحمد لله بارابور لبزاف البنات اللي تزاد ولادهم كنعرفهم شخصيا، زاد وليداتهم قل من كاين اللي تزادوا على 5 شهور، كاين اللي تزادوا يعني كنقول لكم بارابور معاهم تنقول الحمد لله. راه كومام ولدي راه تزاد فواحد لاج، تزاد فواحد الوقت اللي ما كومام راه ريسك، يعني تزاد كومام ما تزادش في وقته. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا اش غادي نعاود لكم اخر عاوتاني، صافي السبيطار ها هي دابا جات المرحله ديال اللي كنقول لكم البنات نصيحه اللي كنصحكم واللي بغيت نصحكم بها، انكم ما تبكيوش في نفاسكم، ما ديروا حتى شي حاجه في حياتكم في نفاسكم، ما حاجه اللي هي خايبه ما تعيشوهاش في النفاس ديالكم. انا غنقول لكم علاش، حيت داك الشيء كامل كيرجع لك من بعد. انا ديجا كنت محطمه وديجا كان الاكتئاب قاتلني وديجا انني كنت في واحد النفسيه اللي هي صعيبه، سمحوا لي عند الاضاءه شويه بدات كتمشي، اللي قلت لكم كانت في واحد النفسيه صعيبه بزاف. لكن تخيلوا جلست شهر في السبيطار ما عندي لا حنين لا رحيم اللي يجي يزورني، كاين من غير الام ديالي، سمحوا لي هاد قلت لكم ما كاين حد اللي يزورني، كاينه غير الام ديالي والام ديال الزوج ديالي، مثل الام انا حتى نقول لها انا كنعاملها بحال الام ديالي بوحدي، وربي كبير كنبكي الليل والنهار صباح وعشيه في السبيطار. تخيلوا حتى تخيلوا معايا حتى لي ساج فام والفرمليات الولادات كلهم اطباء كلهم تعاطفوا معايا، كلشي بالاخص اللي عرفوني عداءة ورياضية بزاف الحوايج. ومن بعد غادي نعاود لكم شنو المشكل اللي وقع لي في الولادة، هذا غادي نخليه موضوع ثاني باش راني علاش كنصحكم انكم ديروا الرياضة ما علينا. والحاجة الاخرى اللي وقع هو انني غادي تضحكوا، وليت راجلي كيجي كنقولوا علاش جيتي، كيمشي تنقولوا علاش مشيتي، كنعيط له في التليفون تنبكي كنقولوا علاش مشيتي. قلت لكم يعني كلشي تعاطف معايا. تخيلوا ان كانت حدايا واحد تونسيه، لانني ما كنت نورمالمون خصني نولد ناخذ شومبر ديالي بوحدي، ما كانوا عمرو ديك الساعات فاش درت انا الطلب كان كلشي عامر، يعني خديت شومبر مع واحد تونسيه. تخيلوا لدرجه ما عمرني غرت وما عمرني حسيت شي حد تحسد هذيك البنت وخرت منها، عرفتي لدرجه انني كنشوف عائلتها كيجيو عندها صباح وعشيه وانا ما تيجي عندي حد بوحدي، ما كاينش عندي حتى شي واحد. قلت لكم من غير ثلاثه الناس اللي كانوا كيجيو عندي، الاخرين كما جات في الصيف كلشي بنادم مشى، كاين اللي مشى للمغرب، كاين اللي يعني جات فواحد لا بيريود اللي شويه ما عرف زهري ولا ما نعرف، اللي شويه كان بنادم كلشي ما كاينش، كانت العطله. والحمد لله من بعد صافي خرج من السبيطار، بعد داك الشهر السبيطار كنبكي فيه الليل والنهار. وتخيلوا معايا المده ديال السبيطار فاش علين غادي قالوا لي غادي تخرجي، شنو درت؟ طلبت الطبيبه ديالي قلت لها الله يعطيك السر راه ما عندي لا حنين لا رحيم، بغيت نمشي نجمع داري، ما بغيش ندخل على داري وهي مرونه. قالت لي لا، قالت لي ما كاين حتى شي مشكل، قالت لي سير جمعي دويرتك واجي، قالت لي هذيك الساعات عاد خرجي على خاطرك. فعلا وهذا بقات لي يومين باش نخرج من السبيطار، فعلا خرجت مشيت جمعت الدار ديالي، قضيت المسائل ديالي، خملت وانا راني نفيسه ديال راه الله والده بثلاثه السيمانات نفيسه، كنخمل كناكل بيتزا، شنو هي البيتزا؟ انا جيت من فاتي كناكل بيتزا. السبيطار عايشه بهامبورغر، عايشه بماكدو، عايشه بكويك، وعايشه بسماكره السبيطار. هادشي كله تنقول الحمد لله اني تنهت، تنقول الحمد لله على كل حال. لكن اللي كان غيوقع ليا هو المشكل اللي وقع ليا من الازمه اللي وقعت ليا من وراء الولاده. الله يعطيكم الصبر. نصيحه لمن هذا الفيديو كامل، شنو بغيتكم ديروا؟ بغيتكم انكم
في المده ديال الولاده ديالكم في مده الحمالة تمتعوا بحموليتكم، رغم ما نعرف اشنو يكون عندكم، رغم اشنو المشاكل اللي تكون عندكم، تمتعوا بحموليتكم، تمتعوا، انا تنقولها لكم، تمتعوا بالحموليه ديالكم وتمتعوا بالولاده ديالكم، حيت هذاك الشيء كامل غادي يكون غياثر عليكم، حيت الا ما نضتوش انكم درتوا هذه القضيه انكم تنوضوا كيف ما يقولوا تفرحوا بولادكم وتفرحوا بحموليتكم، كونوا على اكيد ان حموليتكم غدوز على خير وبخير، وكونوا على اكيد ان ولادتكم غدوز على خير وبخير. انا عاد غنعطيكم شنو هما الاسباب ان شاء الله فيديو اخر كيفاش تتم.